الصبايا أنسان ربيع الغالي بزنس وومن وسيدة مجتمع من الطراز الرفيع. يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا، نورتي نورتي أشرقتي. أهلين مدام، كيفك؟ نورتينا. أنا منيحة وكتير منيحة وأحسن من هيك بانتزاع. أنا سارة، كيفك طنط؟ أنا سارة، كيفك طنط؟ وعم تعيديها لكلمة طنط، عفريتي نط بوشك نط. ماشي حبيبتي، لبقى تعيديها لهالكلمة. لك سوسو حبيبتي شو طنط؟ هي مدام أنسام ست الصبايا. لا كمان مالي ست الصبايا، أنا ست الستات، قولي مدام لا ترفع التكليف. أهلين يا ميرا، لك أنا بحبك كتير كتير وبتابع كل فيديوهاتك. ما علينا، وينو مكتبي؟ وينو؟ يا ترى وينو؟ وينو؟ هذا ولا هذا ولا هذا ولا وينه؟ ايوه مرزوق. جواربي. لحقوني يا صبايا. شو مكتب شو؟ مثل العاصف العاصف المؤذن. طول عمرهم بلا ذوق مالا جديد عليهم. يا حذركم يا فزركم، شو الفرق بين الرز والفيل؟ ما بتعرفوا؟ ما طبعا ما رح تعرفوا. الرز بيتفلفل بس الفيل ما بيترزرز. انت شو اسمك وشو بتشتغلي؟ قلت لك تحت، انا اسمي سارة، أنا هون المحاسبة بالشركة، لأني خريجة تجارة واقتصاد وصرت عاملة أكثر من دورة على برامج المحاسبة. بمناسبة المحاسبة رح أزلكن حزورة تانية. يا حزركن يا فزركن، ليش الفيل والنملة ما بينزلوا سوا على المسبح؟ ليش؟ لأنه بيحسبوها ما عندن إلا مليون واحد. يا أشرقي يا أنوري، والله زهرت، نورتي المكتب. تفضل. أشرقين أنورين أزهرين، شمسيتي على عيونك. اللي بيسمعك بيقول جايبة خروف مكتف مو فنجان قهوة مثل المراقي. لك أنتو ما بتفطروا هون؟ ما بتفطروا؟ لا والله، يعني ما بعرف. شوفي الصبايا، مدام احنا بنفطر بالبيت قبل ما نجي. بالله عجد، يعني انتو اكابر على اساس بتفطروا بالبيت؟ كروسان بتفطروا ولا شو بتفطروا؟ تقبريني. من بكرة نفطر هون بالمكتب، ومثل ما بفطر بالمزرعة، خنطق منطق، جبنة بلدية، لبنة بلدية، بيض مقلي، بيض مسلوق، ووعكم تكتروا الزبدة والقشطة مشان الريجيم، مفهوم؟ شو وينهم الصبايا؟ مانهم جايين؟ انبلى على وصول شوي وبيجوا. لازم ضروري لأنه هذا هي القصة. لحظة، لوين؟ هي شركتي وهون مكتبي. إذا شركتك ومكتبك تفضلي. تفضل. لا لحظة لحظة لحظة، الصبايا معي؟ والله انت شو رأيك؟ شكلهم معي. تفضل. ممكن افهم شو عم بيصير؟ شكله في شي خطير بالمنطقة. ايوه، شو المتخلف؟ تفضلوا تفضلوا. عرس أنسام؟ لك إذا هدول ما طلعوا، مين بده يطلع؟ يطلع بلعك إلهي. أوام بسرعة قل لهم اطلعوا. ربيتك. شوفي شو شوفي، هذا مرزوم شوفيري ومدير أعمالي. أنا قلت له وغمسته يوقف تحت ونبهت عليه ما يخلي حدا يطلع. بتعرفوا معجبين كتار وفي منه الناس غلظة. عم حزره شو عمل؟ يعلى عيونه، منع داده ونور إنهم يطلعوا. لك حدا بيمنع الحبايب إنه يطلعوا لعند الحبيبة؟ ليش أنت بتعرفيهم؟ أنا اللي بعرفهم.
تشرفوا. انسام سربرايز. يا مو ولي منو هي كمان؟ او ماي جاد مين يا لكم قد المعروسه ما قاعده. يلا عيونكم زعلانه منكم. انا ليش ما سالتوا عني وعني ما سالتوا يا حوانت الخبز والملح والمته والبيجامه؟ حليانه ما شاء الله. وانتي سنانه وتخنانه. مين انتي؟ انا دانا. وانا دندان. شبك شوفي؟ لك هاي المرة الفوق بتعرف نور ودادو؟ هي بلا ما تعرفوا المصيبة، العمة إذا في أغلظ منها ما بتنطق. جايبتي لنا أنسام لعنا لهون؟ لك يا نور فهميني أنا ما بعرف مين هي، هي شافت الفيديو وإجت، أنتوا بتعرفوها؟ نعرفها؟ طبي بالي طبي بالي. رهف؟ أنتي بتعرفي شو جبتي؟ طب انت كيف هيك بتتصرفي من راسك؟ لك جايبتي لنا بلوه، بتعرفي شو يعني بلوه؟ كيف بدنا نخلص منها هلا؟ اه وهيك بقى يا ستي اجيت من الضيعه على شو مشان اعمل اسناني؟ الله وكيلك هالدكتور ضحك علي اخذ مصاري هالقد قدهم، ما بتعرفي هلا قديش بيسوا المصاري اللي اخذهم مشان اعمل اسناني مشان اعمل تقويم، هلا افكر اعمل تقويم ثاني، هن بدهم نتوفه ها شوي صغيره، رجع هذا الحنك لورا بصير مثل ميديا، فوله وانقسمت نصين، يا لطيف شو كان في بيناتنا عشرة عمر يا بحر، عشرة عمر طق وبكي لما سافرت، احكي لها احكي لها ميديا، قديش كنت ظريفه امانه. ايه ما شاء الله مثل النسمه، انسام قرايبه لبنى. هي هي انسام؟ هي انسام قرايبه لبنى اللي حكيتوا لي عليها؟ شو حكوا لك عندي؟ اه شو حكوا لك؟ كيفها لبنى؟ ايه لبنى تأمر قلبي بسلم عليكم كثير 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 السلام، وخاصه على نواره. الله يسلمك ويسلمها. هي قالت لك انه تيجي تزورينا بالشركه؟ ايه بلا ايه طبعا. يخرب بيتك من حالك، حدا بيشيل الخير من حاله وبيحطه للاخرين؟ لا لا انا شفت الفيديو تبع ميرا، انا فانز من فانزاتها وكثير حبيت وتابعت كل شيء للنهايه، وانا هيك يعني مهتمه بالمشروع اللي انتم قائمين عليه. فيديو؟ آه لا فيديو شو؟ شو بها هي شكلت عينها ولا لوقت المشروع؟ مو مهم مو مهم. انا هلا يعني قصدي خلينا نحكي راس تو راس فيس تو فيس انا وياكي يا نور، لانه قالوا لي انت البوس هون، خلينا نحكي بالمشروع، انا بحب نكون عمليين. صبايا يلا الحقوني خلينا نترك نوسة ونور مع بعض. والله ما عرفتك انت ساره هيك مسوقه وبتفهمي تقبشيني ان شاء الله، فعلا الايام بتعلم الانسان. خل اذنك معي وين وين صبايا؟ على فكرة أنا ما بخبي شيء عنهم يعني. لك خلص خليهم يروحوا خليهم يروحوا، أنا زعلانة منك يا نور، أنا زعلانة منك يا نوارة، ولو مالك سمعانة بمزرعتي، مزرعة أنسام للأشبان والألبان ومصيتة بكل السوبر ماركتات كلهم بياخذوا من عندي، ما بتخبريني، ما بتدقي لي تليفون، ما بتبعتي لي واتساب، حتى نحن نتشارك بالمشروع، كنت بعتها من زمان، فداكم يا روحي فداكم. لازم نلاقي طريقة نخلص منها فوراً، هاي الكارثة ما لازم تضل هون نيفر نيفر. لك يا دادو وحياة الله أنا ما بعرف مين هي، وحتى ما بعرف إنه عندي إياها على الانستغرام. بتعرفي حبيبتي إنه أنا ما كنت متذكرتها لهالبلوة كلها لولاكي؟ طيب معلش أنا أقول رأيي؟ يعني نحن شو بيهمنا هي شو عاملة من قبل؟ المخلوقة جاي وحابة تساعدنا، ليه لحتى ما نعطيها فرصة؟ فرصة؟ لك شو بدك شو بهالقصة؟ آه لك شو بدك بالقصة؟ أنا عم قلك هاي أغلظ مخلوقة على كوكب الأرض، أصلاً أنا ما بعرف كيف بدنا ننقذها هلا لنور. لك شو عم يعمل هذا هوني؟ أوه ماي
ماي جاد شو ها؟ خرب بيتها انت لحقيش؟ عنجد؟ هي البداية بس The beginning لسه ما شفتوا The end شو بدنا نساوي لكان يا جماعة كتير عجبتني الصورة ما شاء الله تبارك الله خمسة وخماسة بعيون الحساب مرزوق كتير عجبتني الصورة منيحة بس قل له تاني مرة بالنسخ الجاي 150 يزبط الرقبة يكسر ايديه ان شاء الله يعمل له فوتوشوب شو بنها بدي 150 نسخة ينتشروا بالمدينة وبالريف ينتشروا 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 محل هون مني هلأ هاي منيحة مبدئيا بس بدي باقي الصور ينحطوا على الواجهة كلها بدي كل الشعب العربي يشوفها للصورة مشان نجذبه صرف نوسة حبيبتي ما في داعي للعجلة نحن لسه عم نفكر بالموضوع ايه صح لسه ما بلشنا لا حبيبتي في داعي كتير للعجلة لأنه أنا ما عندي إلا لبعد بكرة الصبح ليش لبعد بكرة؟ كتير هيك قصدنا يعني إنه خليكي أنا متونسين فيكي حبيبتي وبعدين من أجل كل شيء لبعدين ما في داعي للعجلة كنت انت ريحي حالك شوفي مين هاي؟ أنسام ربيع الغالي بزنس وومان وسيدة مجتمع من الطراز الرفيع أنا الأولى هاي الصورة وأنا الأصلي مين عجبك أكتر؟ شوفي رهوفي تعالي عندي قولي لي انا ما قلت لك تحت اي ظرف تحت اي ضغط اوعك تكذبي وحياة دادو ورهف هالمره ما كذبت ما دخلني مظلومه لك بعرف انك ما كذبتي بس رح تكذبي بدك تعاتبيني قبل ما كذب يعني ايه ما رح اعاتبك بس بدي منك شغله تنقذيني الي ولا نور من هالكارثه اللي فوق بقى كذبي قد ما بدك هي هي القصه كثير سهله هاو عندي حل فلاجي هلأ بس تطلعي شو مطلبت منك بترفضي شلون يعني؟ ما تقبلي ما تقبلي شو ما أطلب منك وشو بدك تطلبي؟ والله ما بعرف رح دوزنها براسي وبخبرك يا حبيباتي يا حبيباتي الدنيا تغيرت انتو وين عايشين؟ وين عايشين؟ صار أهم شيء بأي مشروع الترويج مشان هيك أنا قررت لأنه أنا صاحبة القرار هلأ هون إنه كون أنا الوجه الإعلاني الأول لهذا المشروع وبعدين بس يحكوا العالم فيه منتحش ميديا إيه صح لأنه الكاركتر تبعك مناسب جداً 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 شو يعني هيك كاركتر بسمع عنه كتير ليكون قصدك شيء مسيء لك لا يا حبيبتي هلأ قصدي أنه هيك شخصيتك كتير مميزة ومختلفة طبعاً أنا مختلفة حتى اسألوا عني بالمستشفى بالمزرعة مختلفة كتير أكتر واحدة مختلفة فيهم كلياتهم للي هنيك اسأليهم I meant to be late Sorry Don't worry أهلين ميدو تأخرتي راح عليكي اقتراح اقترحته الست أنسام رائع ايه عن جد؟ ما في مشكلة ما في مشكلة دانا دندان ما في مشكلة أنا بالليل رح أسهر عندهم وبشرح لك كيف نتحشى بالترويج يا مو كيف بجي دادو عاوزتك أنت ونور يعني أنت كيف فايدة بنص الاجتماع عاوزتك بشي ضروري قومي مو معقول انتي رهف بس تصري على قصة بتصير أهم قصة بالدنيا تفضلوا بالإذن برد صحيح ايوه وأنا كمان لابتوبي بالصيانة قومي أنا بوصلك لأنه جاد ناطرني باي وصلنا لحالنا يا حلمي مثل ما بلشنا لحالنا شوفكن كأنه ضايع خلقكن رح حزركن حزورة يا حزركن يا فزركن شو الفرق بين الفيل والنملة ما عرفتوا ما معرفتوا الفيل رجله بتنمل بس النملة رجله ما بتفيل
هو يعطيك العافية رهوفة، بس أنا ما قصدت تهربينا نحن، بس شو مشان الصبايا يلي فوق؟ ما لقيت حجة تكفيكم كلياتكم. يلي فوق ما في حمل بهاي. طيب هلا سارة وميرا شو حيعملوا؟ إن شاء الله بيعملوا تحتهم، خليهم مثل ما ورطونا يتورطوا. بتكون أنسام عم بفكش أسنانها فيهم. لحظة لحظة، لوين يا قوي؟ نزل إيدك أحسن ما خليها توجعك كثير. نزلها. نزلها. يلا خلينا نظبط هاللايف. أنا قام تكون مرهق وشي شايفة ليك صار يطلع لي هون. يلا ما علينا، قام بيت غوا. ها روح يا حبيبتي. يا أنسام شو إله لزوم اللايف؟ شو إله لزوم؟ إله لزوم، إله لزوم. خلي المتابعين يعرفوا إنه صار في إلكم شريكة بهي الشركة مشان ما يجي حدا يتقدم. يلا هي طلعوا طلعوا. هاي جايز كيفكم؟ أنا طلعت اليوم مخصوص حتى أخبركم خبرية كتير حلوة. جايز انا الخبريه الحلوه سربرايز. انا انسان ربيع الغالي، يعني بزنس وومن وسيده مجتمع من الطراز الرفيع، يعني بتقدر تقولوا انا مو هداك نمبر 1، انا نمبر 1. ايوه لك تحكي لهم، احكي لهم يلا. ايه اجت اليوم زارتنا مدام انسام لطيفة مثل ما شايفينها. وصارت شريكتنا بالشغل. ايه نعم صرت شريكتهم بالشغل، يعني ما في داعي لحدا يتقدم ويجي يقول بده يصير شريك. يا حبيبي بعتي اجيني شو عم تقولي. لك شو حبابين؟ ما احلاكم ما احلاكم. بعدين شو عم يقولوا؟ شو عم يقولوا هذا شو قال؟ ان التي تجلس بجانبك هذه غليظة جدا. وسائلة وسمجة. اي والله معك حق. سمعتي شو قالي؟ قال بدك تسهر معنا وتحكي لنا من كل عقلها. لك ما بعرف شو صاير لها ضربة أكثر من قبل. لما شو هالكابوس هاد؟ بس أنت خطيرة. مشان تعرفوا حياتكم بدوني سلطة. لك أنا الكنز. يا سلام، بس ما تروحي تاخذيه عادي. هي هالمرة وبس. عن جد قلقانة على ميرا وسارة. تعرفوا؟ هدي إلى ميرا أحسن شيء. ما تعذبي حالك. فاتحين مع أنسام لايف. شو؟ وات؟ طيب خلص ما حذرته ما حذرته ما حدا حذره. كثير صعبة لعندك. يا ستي هلا أنتِ الفي بأمي بس الأملي ما بتفيل. تستاهل. هي اللي جابت الدبلة كلمة، خليها تلاقى إذا بتلقى. هي آخرة الكذب. ما شاء الله حولك. لكي هذا وحيد القرن اسمه قال بده شو؟ نكتة. إيه على عيني شفتي حبوني متابعين خلص مش الحق. إيه على عيني. قال في نملة مدري أملة هي اللي بدك إياها. واقفة على راس واحد أصلا، إجا هيك عم ينكشها وتكشها على راسه. قعدت استنى دقيقة لسه ما خلصنا صحليطة. من هي يعني نشوف هي فراشة المتوائم محل متوسط من وين بتجيبي أوعيك يا ست لكل إنسان؟ إيه حبيبتي أنا كلهم أوعية تفصيل هوت كوتور كلهم أبداً خصوصي إلي. شايفين؟ لأنه أنا مقاسي كتير خاص ما بيلتقى بالسوق ماشي الحال. فنحن شو بنعمل؟ بنفصل تفصيل أنا وميديا عند نفس المصمم. بعدين خلص ما أدع خلقي منكم يخرب بيتكم ما أخلصكم وما أسألكم. ما مليتوا؟ لك ما تعبتوا؟ ما دع خلقكم؟ أنتوا شو بتعملوا بحياتكم؟ يعني ما بتاكلوا ما بتشربوا ما بتلبوا نداء الطبيعة؟ يلا مع السلامة. لك شو هاد؟ شو هاد؟ بس على فكرة هي البيجنينج لسه، هي البداية لسه. بكره شوفي بكره شوفي الفولورز تبعك بدهم يزيدوا اضعافا اضعاف. ايه اذا ضل حدا منهم اساسا. ميرا لو سمحتي عايزتك بموضوع. عادي اجت ام راس مطخه شبكي. شو عايزتي بموضوع؟ شوفي ما في شوفي احكي هون ما في حدا غريب الغربه كلهم راحوا. شوفي لا ما عليه بس انه هو موضوع خاص شوي وما بينحكى.
صحيح. خلاص قلتيني يعني. جعلي بس بدي اذكرك بشغلي حبيبه قلبي، مرزوق تحتها وشايف كل شيء وبيعرف الشارده والورده وبيخبرني فورا اونلاين. ماشي حبيبتي؟ خذي يا لرفيق خذي، اصلا انا دا اقلق منها اصلا ريحتها مو حلوه. شو سألها يا لطيف؟ مني عليكم، هلكت اليوم انا، هلكت اخ. لكي سارة اصحك تفتحي تمك معي بولا حرف، اللي فيني مكفيني، اللي صار معي اليوم ما صار بحياتي كلها. يا أميرة الصبايا معهم حق، هي المخلوقة أغلص شي بالدنيا، يعني أخذ اللقب إجا داره. ونحن شو استفدنا من هالاكتشاف؟ ليكن هربوا كلهم وتاركيننا هون. أنا عندي خطة. مشكلتنا مو معها، مشكلتنا مع هذا اللي واقف لنا على الباب. ليكي في خطة ببالي عم رتب لها، أنا بس بدي إياكي تكوني جاهزة عندها. مشان الله أي شيء، بس خلصيني منها، والله بلشت أخاف. أنا كمان. يحرق أخت القصة، إني كنت نقدر أفهم وأعمل نسخة ثانية عن المفاتيح. هلأ معلمي بيكون شاعل نار علي. حاولت تتصل بالإطفاء؟ أصدق المرور. لا بالإطفاء، كل مال معلمك بده يشعل نار. الله عليك مو طبيعي، الله عليك شو بتحب التضحك. فصيح. زين شو معلمي؟ شو؟ سيكلا لك دقيقة يا حارة اختها النسوي. لك أنا مو تاري. ليكو؟ عامل نسخة تانية. والله ما شاء الله ما تواخذني. يا ابني أنت تعبان ولازمك ميكانيكي ها؟ هلا بس ثاني رايح لعنده إن شاء الله ما تواخذني. الله معك. الله معك. لا تنسى الميكانيكي ها؟ تخيل يا زلمة. الله معك. الله معك. لك هي فتحتني يقطع عمره، شو دمها تقيل وغليظه مو معقول. رح اموت انا، اسفه ان شاء الله ما تزعلي مني. شفته للايف قتلتني شكلك. لا ما عم صدق، تركتوها بالمكتب وهربتوا. او ماي جاد دادو، ما انتوا كمان كلكم رحتوا وهربتوا وتركتونا لحالنا معه. هلا بهي معك حق، انت الضحيه، بس يعني غيرك كان بيستاهل انه يضل. صبايا الله يوفقكم، انا بالزور ماسكه حالي، لكن انا ميرا يصير فيني هيك؟ يلا هلا بتلاقي حالة لحالة بالشركه بتقوم بتروح، لا تاكلوا هم. يا صبايا انا مرتبطه بزلمي، اذا قتلته المفروض ما يحاسبوني ما هيك؟ شوفي لك اشتهيت شي مره واحده كلفه بشي شغله وما طلعني بسواد الوجه. شو صاير؟ هاد سامر دق لي من رقم غريب، قال شو نسيان موبايله مع شوفيره لانسان. لكي خلص رهوفة حبيبتي، أنا برأيي إنه تتركي، الأفضل تعتبريها تجربة وما كانت. هيك قلتك؟ رهف أوعك يعطيه عنوان البيت. ولي نو بليز. يا لعينة لعينة عيونك، أنا حاطتك هون راقوب مو مشان تضيعني أكثر مالي ضايعة، كيف بيروحوا من قدامك كيف؟ شو بيعرفني؟ لك حدا فايت، حدا طالع، ضجت ما عاد ركزت. ما عاد ركزت على أساس أنت ملك التركيز عند الإغريق. بس طولي بالك، في حدا نسيان موبايله، شكله كأنه كان معه نسيان موبايله؟ يا عيني ويا ليلي، ممتاز وصلنا، معناته هلأ أكيد بده يتصل مشان يستفقد موبايله، ترد عليه وتفهمني منه القصة والشغلة وكل الطبخة، مفهوم؟ السلام عليكم. عليكم السلام، أهلاً. شو رجعك إلي؟ معقول اشتقت لي؟ أكيد لا، نسيت وصل تصليح اللابتوب، رح اخده وروح ما بعطلكم. ايش عليه؟ ناخده سوا. بس انا كان جاي على بالي اسالك سؤال مدموزيل، هلا شو يعني كاركتر؟ يعني انا ليش ما حدا فينا عم يحكي معي؟ شو دخلني انا؟ ما كنت بعرف. شو مرموره حبيبتي، شو بدك شو؟ خلص هلا بيناموا بكره الصبح بفيقوا نسيانين يعني كل السيره. المهم هلا انه خلصنا منها. بس نحن ما خلصنا، كل شوي بتطلع لي من اكونت انا انسام. لك يقطع عمري شو غليظه. ايه طبعا عرفتك لك. ليك بغرفتها انا هلا فتت لعندها. انسام
خلص. اكتبك عم بمزح. هات سامت يا حبيبي. ابسم رأي قطع عمرك شو غليظة. عم أقفل على ميرا. وانتي كمان يا قطع عمرك. قطع عمركم فيكم. والله بتستاهلي. بتكون هلا هلا كشرت عن أنيابها. يا ريت كانت معنا من الأول. بس يا ترى كيف قدرت تخلص منه؟ هلا بنسألها. قلت ليك كيف قدرتي تخلصي منه؟ شو عملتي؟ مقطوع نفسها يا حرام. قلت لها خلص روحي بدي سكر الشركة. هي وافقت دغري؟ طبعا لا، حاولت تتغالظ بس انا دغري قلبت على الخط الثاني وسكرت القاطع الرئيسي تبعي. برافو عليك. لك ما قلت لك حتكشر عن انيابها؟ لك مو بس هيك، كانت اخذه موبايل سامر معها، انا اخذته منها. اوف. وعرفت عنوان البيت؟ قلت لها انه انا مو من المنطقه وما بعرف العنوان. اي برافو عليكي. بس يعني من كتر ما لزقت قلت لها تجي تشوفكم بكره الصبح. او ماي جاد، بكره ضوي تحملها. وين بدها تشوفنا؟ بالمكتب. ولي لا غلطان، ماني طالبة شيء. ايه شكرا. بونجور. بونجور. اجت رهف وخبرتني انه الصبايا قرروا اليوم يعملوا الدي اوف. خي مشان ارجع نام فرطانة والله. يي ما افقفك. مشان الله خلصيني من هذا، عم يدق لي كل الوقت. مين؟ قال انا طالبة ما بعرف شو. ردي. الو. اهلين. ايه تليفون ميرا تفضل. اوكي. ايه يلا هلا انا بخبرها. هلا باي. قال هدول شركة الاعلانات اللي عملتي لهم اعلان الاسبوع الماضي. انت طالبة من عندهم جينز وبعتوا لك اياه مع الشوفير اللي بعتي لهم اياه. جينز؟ انسي اكيد غلطانين. خلونا نجرب نعمل تصويت واللي بيتفق عليه الاكثريه نعمله. انا موافقه. من جهتي انا بصوت للقعده بالبيت. هلا بقوم بطبخ لكم طبخه طيبه وبنقعد بنحضر موفي وبناكل وبننبسط. والله اذا نور بدها تطبخ انا بدي ضل بالبيت. ايه لا حبيبتي، انا طق قلبي من البيت، مو حاجه ما خليتونا ننزل على الشغل. ما بدي، بدي اطلع. معناها صوتين للقعده بالبيت وصوت للطلع دندون، وانا بضم صوتي لصوت دندون. والله شو هلا شو استفدنا؟ يعني صوتين للطلعه وصوتين للقعده، رجعنا من البدايه. وزينجو رينجو ما رح تاخذوا رايهم؟ حبيبتي زينجو رينجو هلا بيطلعوا ارائهم عكس بعض، بنرجع لنفس القصه. هدول التنتين شكلهم رح يقضوها نوم، رايحه اتخارق معهم. رهوفتي ويت، فكري ثانيتين قبل ما تعطيني جواب، اوكي؟ لانه رايك هو الحاسم. يا الطلع برات البيت والتسلاية والفرفشة، يا القعدة بقلب البيت وعلى نق وسق. يعني انت هلا هيك عم تخيريها؟ انت هيك عم بتوجهيها؟ لا بصراحة انا حابة نطلع بدون ما حدا يخيرني، يعني طق قلبنا من البيت. يس رهوفة حسمت الموقف. برافو رهوفة، هيك بدي اياكي دائما. يلا صبايا قوموا جهزوا حالكم، وانت طلعي لفوق وجيبي لنا صبايا اللي فوق من شعرهم. ايه لحظة شوي، خلونا نعمل تصويت على الطلعة. يعني مثلاً وين نروح؟ خلص إناف تصويت، انتفخ قلبي. رهف يلا روحي لاقي لك حل مع هدول الاثنين. ولا يهمك، عندي الموضوع، ملكة الحلول، رح جيب لك ياهم من شعراتهم. رهوفة ويت حبيبتي، ليكي بتنبهي الصبايا أنه ما يردوا على أي رقم غريب مشان ما تطلع لهم هاي الغليظة من شي رقم. ولا يهمك عندي. ستات أنسام ربيع الغالي للمرة الثانية على التوالي، بزنس وما وسيدة مجتمع عند الطراز الرفيع. هربتوا مني مو؟ يعني لقطاتكم. مرمورة يعني أنت ما كنت بتعرفي إن هي كل هالقد غليظة؟ بعدين الفيس والإنستا يعني شو بصير لو بيحطوا هيك إشارة على النص سألة مثل ما بيحطوا هي إشارة التوثيق الزرقاء؟ لك بتعرفي مو تعرف كيف إجت لهون؟ تفضلي.
شو هاد؟ بنطلون جينز هو اللي جاب انسام لهون. كيف يعني؟ تواصلت مع الشركه اللي عملت لهم دعايه الاسبوع الماضي وقالت لهم انه انت موصي على بنطلون. عم عطوها البنطلون والعنوان. هدول نفسهم اللي دقوا لي اليوم. يخرب بيت على هالفكره. لك حتى بالذكاء غليظه. ما عم صدق شو سميكه، ما بتنبلع ما بتنحمل. ما اغلظها نزعت لنا المشوار. ايمانة هون وين راحت؟ شكلها طلعت عند ميرا، هي بتحبها كثير. ولي انت حنخلص من هالمصيبه؟ ليكي دفعت على غرفتي بيسكر الباب، واذا سالت عني بتقول له لا صاير مع كورونا وبتعدي كثير. ولي مع كورونا؟ انا فايته على غرفتي. ودابا رح اقفل الباب كمان. بتخوفي بلا، على مهلك على مهلك، لسه في مفاجأة تانية ليك. او ماي جاد، خلصت لسه كلها. او ماي جاد او ماي جاد، فهمنا انك بتحكي انجليزي. فوتي فوتي لسه. او ماي جاد او ماي جاد، عم بتفرج على صوركم انت بنتك ما شاء الله حولها حلوه. ها هلا بتشبهك وما بتشبهك، يعني هو الموضوع كثير بيحير. بتشبهك ما بتشبهك، بتشبهك ما بتشبهك، بطيخه وانقسمت نصين. سبحان الله. ايه بطيخه. لك هن بيقولوا فوله بس انا ما حبيت اقول فول لانه عندي فوبيا منه. بالزمانات فولت ايه، رحت لعند الدكتور قال بيخانقني، بيقول لي حدا يا مدام بياكل 10 كيلو فول نيب قعده وحده؟ لك شو بدنا ناكل 3 4 5 6 ونحن قاعدين ومستجئين؟ ما عاد رحت لعنده اصلا هو، ما تحزني كيف ما الله كبير فوال. قد ايه صار عمرها المحروسه؟ 10 سنين. ايه ما شاء الله، شاء الله العمر كله الهي. ايوه وقت ايه صار لك ما شفتيها؟ سوري ما بحب احكي بهالمواضيع. انت انفضحت. وين يعني هي عند ابوها؟ ايوه. دخلك ليش طلقك مع انه معروف السبب؟ يعني معروف ليش طلقك؟ قلت لك ما بحب احكي بهالمواضيع. او ماي جاد، عجبنا نحكي حسرك حسوره طيبه. الدكتور مانعنا من الحكي، قال لي خرسي ولا كلمه. ايوه ايوه، يا لطيف يا لطيف يا لطف. طب طالما قال لك خرسي يعني خرسي، وسدي حلقي كمان. وقال لي فكرتك متناشفه بوشي، بعت لي حمى وفكرتكم متضايقين من وجودي عندكم بالبيت، طلعت ظالمه. لا مانك ظالمه. هلا انا رح احكي لك شو صار معي من وقت ما طلعت من عندكم من البيت لحديت هي اللحظه. هذا يا ستي ملا، انت طلعت من عندكم على اساس روح على الضيعه، انا ما رحت على الضيعه، قلت بروح على الزبداني ومضايا وبقينا بشم الهواء. رحت على كراج البيع، اخذت ميكرو كان لونه ابيض مدري جردوني. لا 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 يا انسان، كان لونه ابيض 7-0-9-3-5-2 ريف دمشق. طلعت على بقين عبيت مي من النبعه ورحت بعدين على مضايا. يوميتها اشتريت الفول ويوميتها فولت. خرسي هيك قال الدكتور مو انا، خرسي. بعدين اخذت هالفولات ورجعت اخذت هذا الميكرو اللي لونه ابيض، بس مو هذيك النمره، غير نمره 7-3-2-1-7-0 ريف دمشق. نزلت على كرا. لك صبر، ليش ما عم تفهم علي؟ ليش صاير برجك التور متيس؟ درمل عم اقول لك بلالك ياها. لسه عم تقول لي بلالك ياها؟ لك خلينا نفوت نشوفها شو يعني. شو بدك بهالشوفه؟ انا عم بحكي كرمالك. لك عيوني لسه عم تقول لي عم بحكي كرمالك؟ منو هي يعني؟ محسستيني انه هي شي شغله او كائن فضائي، بدي فوت شوفها شو يعني. لك سمره اسمع مني، لك انا الكنز ما بتوثق فيني؟ عم اقول لك بلالك ياها. لك ولأنك الكنز أنا عم قلك، أنت ملكة والملوك ما بتكذب، أنا حاسس بقلبي في شيء ما له منطقي، فالله يرضى عليك خذيلي طريق خليني أشوفها. في شيء مو منطقي؟ إيه هي تكرم عينك، أنت بالذات أبو سمرة بتستاهل تتعاقب بوحدك مثل أنسان. إيه بس ما فهمت شغلك معي. كنت لحالك بدون ما أعرف شيء، فايت وخايف منك ومنها. رح تنبسط كثير. إيه طبعاً. إيه معناها عماد. طيب عمار ليكون منهال، ليكون فادي، ولا إلك عباس، لا فراس. آمر. لا فهمت عليكي. هذا هو شفت طريقتي الذكية لحتى خليها تقر وتقول اسمها، لأنه الخانم بتغار واللي ما بيغار حصان طبعا.
فرحان مثل ما بتعرف، وخاصة من الجميلات أمثالي. طبعاً طبعاً، السيدة أنسام ست الستات، بزنس وومن وسيدة مجتمع من العيار الثقيل. لا واضح ثقيل جداً. سامر ملك التكاسي مضغوط شوي وتعبان هاليومين، مو عرفان راسه من رجله. مبين عليه مبين عليه، بس أنا ما حبيت أحكي فتكم بالمزح مشان ما تنتبهي. ما انتبه على شو؟ ليك عيونه حمار وريالته شاطة يعني إن شاء الله. لا صلي على النبي، أنا مالي هيك أبدا، أنا مش بتاعت الكلام ده على الأول. أنا أحكي لك كلمة. اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي يا سيدي. خلص أنت لا تأكل هم لرهف، رهف متعودة على الصدمات، باين أنت صدر رحب على هيك مواضيع وتتقبل. طبعا أنا ملكة التقبل. شوفي سامر بقى، خلص خلص هلا. شوفي سامر على أساس اهتميتي، قومي جيبي له كاسة مي، وإذا عندكم بخور حطيني ياهن على جنب، وإذا عندكم فحم حطيني ياهن على الغاز، بعدين بتجيبي المنقل بتحطي عليه الهدول الفحمات، وبعدين بنحط البخور وبركي بعمل له هيك تبخيرة. قومي قومي أبسطوا إنت تشوفوا شب حتى بتندلقوا عليه دلق. شو بصر لكم؟ تقلوا تقلوا يلا بسرعة. خاية شو خاية؟ لا تخاف مني، أنا بس بدي حزرك هالزورك. يا حزرك يا فزرك، مسمار عمل ريجيم، شو صار؟ دبوس. كيف عرفت لي؟ كيف عرفت؟ يخرب بيتك شو حبيتك على قولة نجوى. بس لا، أنت لازمك تحليل كل شيء حاله، لازمك أشعة، وإذا بتقدر عمل رنين مغناطيسي، وبيكون أحسن إذا بتعمل خزعة. بعدين أنت وضعك خطير كتير، وهالكلون يا ريحة بشعة. يا رهف رهف، شفتك برهف. أنا بس لأنت بدها تعطيني حبة دواء نسيت عند المكنسيان من الجار مواعيد خالتي، ما حبة ما أروح شوفه لأنه يا رهف رهف جنني أنت يا ست إنسام. إيه والله الله يطعمك لك المشتهي يا رهف. يا الله يا حسام، ليش ما عم تفهم علي؟ طيب خلاص مثل ما بدك تعا، بس من هلأ عم بقلك إذا بدك تجي ما في تروح. أيوة دخول الحمام مو مثل طلوعه. لا لا تجيب شيء، هي أهم شغلة. يلا باي. لا تقولي جاي حسام، ما تخليه يجي، لا أي طريقة خليه يهرب منا، ليك رح تاكله سامر بلا ملح. يعني شو بدي قله؟ لا تجي، هو عرف إنه سامر هون وأصر بده يجي. يا الله شو هالمصيبة شو هالمصيبة، أوخ يا ربي. امشي امشي معي. لوين؟ لا تصرف. طب حياتي هين. الزواج كله هيك، أنا لا حبيته ولا طقته، أصلاً هو اللي لازم يقولوا عليه مؤسسة استهلاكية وفاشلة، لأنه بتستهلك الروح والجسد. أنا بفهمك كتير منيح ست أنسام، بس يعني نحن ما بنقدر نعمم. ما بنقدر، نقدر ليش ما بنقدر؟ ليكني قدامك. شبكي؟ شبكن على ما يدو صار مس اندرستاندينج؟ انا ما قصدي بنقدر، يعني اللي راح مخلقكن عليه واللي على عيونكن ان شاء الله، قصدي بنقدر انه ليكني انا قدامكن متجوزه ثلاث اربع مرات. اي والله ثلاث اربع مرات، يعني هلا لو كنت متجوزه الخامسه كان مثل الهم على قلبي. الهم على قلبه قصدك؟ اه مزبوط على قلبه. شو فكرك رح ازعل؟ اول مره بتحكي كلمه صح مثل الهم على قلبه. حبيبتي انا عندي البزنس تبعي، عندي شغلي، انا بدي اكون حره حره منطلقه، انطلق بهي الحياه. لو كان هيك ما كان خلاني لو كنت هلا انا متجوزه. لك انت حره وست الاحرار كمان، بس كان. بالنهايه كل مين له رايه. مزبوط كل مين له رايه، انا مع انه نحن نصف المجتمع وهن نصف المجتمع، كل واحد عنده رايه، بس يا اخي هن ما بيتركوا الواحد بحاله، هن يعني انتوا انتوا يعني ما كان خلاني اجي لهون، منه حب ومنه كيد، والكيد قبل الحب، مو هيك يا عيوني؟ بلا حس. شو بك ليش هيك عم تنكشني؟ لا عم تحكي ايدي بس. فكرتك عم تنكشني. ان شاء الله. تعرف شو؟ والله والله انا جاي على اساس سافر بكره، بس قد ما انبسطت فيكم، جاي على بالي ضلت ثلاث اربع اشهر هون، شو رايك؟ والله يا ريت. عن جد يا ريت. تعال نقوم نروح على التاكسي نجيب اغراضنا. ما اجت الرسالة والله. يا اهلا وسهلا يا اهلا. اجت القهوة. نورتينا نورتينا. استراحة شوي. احلى سيدي انسام، احلى قهوة لاحلى سيدي انسام. تنفطت امان الفخلي، تخيلوا شو الفخلي. قومي قومي دهنا الفخيلة. سامر الفخلة انت قريبة عليها. شو الفخلة؟ تعي رهف الفخيلة بقى. انا انا بالفخلة. انا شو الفخيلة؟ قبل بعد الله.
هون إلهي، الواحد لما بيجي لعندكم شو بيتشنطط وبيتشرشح؟ ماني مسامحتها، ماني مسامحتها لعراق، هي قاصدة تعمل فيني هيك، قاصدة تحرقني وتشوه لي جمالي. نوسة حبيبتي أكيد أكيد رهف ما لها قاصدة. نوسة وحبيبتي ما لها قاصدة؟ لا حبيبتي ستين قاصدة، هي بتغار مني لأني أنا أطول منها وأحلى منها وشعراتي نيجرو. لا المهم انا شو بدي ساوي، شو بدي ساوي؟ انا ماني جايبه بدل، ماني جايبه اواعي محروقه من جوا ومن برا ومشلططه شلططه وفهمت كفايه. او ماي جاد، طيب مو قلتي انت بكره مسافره؟ خلص نو بروبلم، تغسليهم. نو بروبلم، مو بروبلم، بس لك خلص خلص حدا يحكي مع شي، خلص خلص مسامح كريم على قولة جورج ارتاحي. خلص لا تحكوا مع شي، ما حقلكم يا انا يا هي بالبيت مو حلوه. بعدين انت تدري، تدري جيبي لي شغله من خزانتك، مقاسه نفس المقاس من 10 سنين مع انك نصحانه شوي. ها جيبي لي داخلي وخارجي نفس المقاس تكه. امانه امانه بسرعه لازم فوت غير اواعي بشلفطه شلفطه. من عندي؟ نو واي. شلون نو واي؟ او ماي جاد اي ام فاير. لك تعال هون حبيبي، وين رايح؟ مو هسه انا عم اوفر؟ تفضل قلعي، يلا فرجيني مراجلك. لك انت كنز، لك انت ملكه، لك انا ما بقى جاد لك بحياتي، لك الله يحمل معك، لك شو هذا؟ شيلي سامح. حسام، حسام لك سامر مشي، انت ما في تمشي، بدك تضل قاعد. لا انت فهمان الموضوع غلط. لا. مين قال لك اني انا رايح؟ انا مالي رايح ولا لي هربان، بس نازل جيب شويه سواكي شويه حلو مشان الست انسام، ولو هي ضيفتكم. حسام يا جماعة، لا يا جماعة لا تاكلوا همي، مشي الحال، انحلت القصة ولبست من عند ميديا. طول عمرنا نفس المعاصي، بس كأني ما حصت إنه سمنان. وانتي والله لك كسر راسك لسه، خرب بيتك على هالعمى. وينن 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 هربتوها؟ لو كانوا قاعدين قدامي مثل الأبلة المفروكة. حسام عم بيجيب لك حلو وفواكه واللي بدك اياه، هلا راح. روح روح خد قلبي وراح. وينو الثاني؟ سامر راح يعبي بنزين منشان ياخذك تجيب ثيابك بالتاكسي. تاكسي؟ هي تاكسي الغرام يا مقرب البعيد ترنرنر في سابق اليماء. صحيح. شو كان اسمك ميديا؟ الله يخليك، بدي اعمل مانيكير وبدي كورس لي لونج تايم ما عملت، وعم فكر بكره اعمل جيل بوليش لانه انا بضل باكلهم وبقرقطهم وبقيم المانيكير، يمكن معي شي حاله عصبيه. يلا ميديا الحقيني ما بيطول حسام. ما اوكي ميديا. ماي جاد الله يحمل معك. الحمد لله مقاسة مو من مقاسي. الحمد لله انه انتي اطول واكبر واسمر. الحمد لله. هلوشة مشغولة؟ ايه بس ماني مطولة. عايزتك الموضوع ضروري. يلا حبيبتي شوي بخلص لبين ايدي وبفضالك. ايه منيح. بس بتعرفي انا كتير حاسه بالذنب، صبايا تحت جانين من انسام وكله شايف انه انا السبب. اوكي واضح انك مو ناويه تتركيني، خلص لي بين ايدي. هلا لاني لجأت لك تساعديني بتقلي لي مشغوله؟ هلا انت عن جد حاسه بالذنب وناويه تحلي الموضوع؟ ايه بليز والله ماني عارفانه شو اعمل. معناها بتسمعي اللي رح اقول لك عليه كتير منيح، لان ما في حدا غيرك ينفذ هي الخطه. لما كنا عم نعمل معاملات انا طلعت على خوي وانتبهت على تاريخ. هذا كأنه فكرت هذا. لك هذا بعرفه انا، هذا المسلسل هذا بكون عم ضحك عليها مشان مصريه، وهي الهبيله مصدقته قالوا بيبرقوا عيونه وقت بتشوفه على عيونه، وانتم كمان قاعدين عم تتابعوا. دادو دادو علي الصوت، علي الصوت. يلا لا انتي بكا شو صار لكم؟ تعبتي تعبتي يا بطار تعبتي؟ شو صار لكم بدكم تتابعوا من كل عقلكم؟ انا سامع. شو حبيبتي شو بدك؟ الله يوفقك. لك شو؟ خليني خليني تابع، صار لي 3 شهور متابعة المسلسل، لا تحرقي لي اياها. الله يوفقك. طيب خلص 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 رح احكي لك بس الحلقة الأخيرة. سلف خدي نفي خيي. لك يعني خلص كثير غليظة الحلقة الأخيرة كثير. كثير غليظة عن جد ما بتحمل.
يا عتكوت خلص هي خلص سولوا بعضكم شو بك. امي انت من السكه، امي وديني عند هدول البنات لفوق وعطوا الروح عندهم، ما بتعتبوا علي، انا تعبت من العتاب. بس قبل ما اروح بدي احكي لكم نكته. اسمعوا خلونا نغير جو شوي. عالفي ديك شاف صوص عم يدخن، قال له والله لا اشكيك لابوك يا صوص، قال له اروح والله البحر انا تفقيس مكنات. رحوفة خديها لأنسام لفوق، يعني خليها تحكي لها من هنيك فوق نكات. والله في وحدة ثانية كنت بدي احكيها ولا بلاها بلاها. يلا قومي. ليكي نور انا هرجع احكي لك خمس حلقات زعلت عليكي. وانت ميدو كثير او ماي جاد. يا لطيف شابت لي شلطة. أنا رايحة أضب ثيابي وشمع الخيط. لوين؟ إلى أي مكان في هذه الدنيا؟ لك لا، هدول مانن حلول، وتحديداً مع أنسام هيك قصص ما بتزبط. نحن لازم نلاقي حل جذري، بس شو هو؟ لازم نفكر. العمى. اسمعوا يا جماعة الخير، يلي عم شوفوا بهذا الفنجان مو مجرد تهيؤات وحكي بلا طعمة وحكي فاضي، هذا كله عن قراءة ودراسة وعلم. أنا أنسام خريجة جامعة هامبورغ بقراءة الفنجان، وأخذ البورد الأمريكي بقراءة تحديداً سفل الطنجرة. ما في حدا بالوطن العربي أخذ لهي الشهادة، مشان تحطوا ببالكم وببالكم تحطوا. ماشي؟ يا حبيبة قلبي، ما أنا مشان هيك طار عقلي لما عرفت إنك هون، عرفانة قد إيه إنتي شاطرة. كذابة، حلوة كذابة، يا أغلى حبابة، ولا أكذب مني، حضرة جنابي والله. لو كنتي صادقة كنتي نزلتي لعندي لتحت، ما كنتي خليتيني أطلع لعندكم لفوق. نور ما بتسمح لنا ننزل لتحت، هي منبهة علينا، كل حدا بيضل بشقته وبس. يا عليها هي النور، قابطة حنبلية كتير، لو كانت غير هيك كانت هلا بغير أراني. خلونا نرجع لحديثنا. يا لطفي بحياتي ما شفت أغرب ولا أعجب من هذا الفنجان. شوفي يخرب بيتك من حالك، في حواليك ست حيايا وانتي مالك شايفتيهم. شوفي 1 2 3 4 5 6. هاتي لشوف. لا على فكرة، بس في حدا جاي من بعيد وواقف جنبك وعم يحاول يحميكي منه. هاتي لشو؟ ايه والله ليك شو حلوة مثل القمر المضوي، شايفتيها ليك هاي؟ ليك دقيقة ما خلصت. ليك شوفي شو حلوة وشو مرتبة وشو سنبتي. ايه هاتي لشوف. هي اكيد انت يا انسام يا روحي، ليكي شو بتشبهي؟ هاتي لشوف. ايه والله بتشبهني كثير، بس انا قلت لحالي ما بدي اقول انها بتشبهني، يعني شوية التواضع. اسمعيني، بعرف انه انت بتحبينا وبتريدينا الخير، مشان هيك قررنا نفتح لك قلبنا. ايه افتحوا شو عليه؟ احكوا لي، شغلتوا لي بالي. رح نحكي. شوفي العمى يخرب بيتهم، الله لا يوفقهم. قولي تعملوا هيك اكثر شوي كمان اذا بدكم. يخرب بيتك يا رهف، بدك يانا نقول على حالنا انه نحن جربانين مشان تهرب مننا؟ ما حبيت الفكره بنوب ما حلوه. شو هالصيت اللي بدنا نطلعه على حالنا؟ لا مو علينا، بس دادو مشان تتحل عنه ما ضل دبقانته. دادو؟ اذا دادو قالت لها معي كورونا وما حلت عنا، هلا بتقلها جربانه؟ بتعرف شو حتقلها حبيبتي تعي انا بحكي لك تعي. او ماي جاد، فشرتي. انا دادو ينقال عني هيك؟ نو واي. طبعا انا ما 100% عيب. طيب معلش نغير السيرة، لأنه عن جد ما بعرف شو صار لي، هيك جسمي بلش يقروصني. قولي. أخ شبكي؟ كأني انقرصت. ورجيني. شوفي في شيء أحمر هون. لا بس أنا إيدي كمان. خلص صبايا بلا أوفرة، حاجة دراما، بتكونوا انوهمتوا. شو شايفة أنت عم تهرشي؟ ما تكوني انوهمتي دراما كوين.
ولا تكوني جربانة وليه؟ يي معقول عديتوني؟ لا صايرة كثير جقرة. يلا طفي يلا طفي يلا تفطر. لهلا ما فهمت عليكم شيء وانتم عم توزوا مثل الدبانة بأديني. شو يعني كل هذا الحكي اللي حكيتوه؟ يعني مصيبة مصيبة. كنتي فايتة على مشروع مصيبة. نحن صار جايينا قبل هلا أربع ممولين والأربعة أفلسوا. العمى العمى يعني أنا كنت رح أوقع حالي مصيبة وأنا ماني دريانة. مشروع خسران 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 خسران. ايوه والعمل هلا؟ العمل انك تنفدي بريشاتك وترجعي على مزرعتك وبعمرك ما تستثمري بمشروع مانو مضمون. شو الحكي؟ شو الحكي؟ يعني معقول رفقاتي كانوا رح يخسروني مزرعتي وجاجاتي وحيواناتي ويقبلوا انه انضر؟ لا ابدا، هنن كانوا ناويين يخبروكي بس هنن قرروا انه يخبروكي بالوقت المناسب، اما نحن حبينا نسبقهم بخطوه. ايوه والعمل هلا؟ العمل انك تنفدي بجلدك. اسمعوا يا صبايا، انا بحياتي ما مرق على راسي بنظافتكم ولطافتكم ومحبتكم وصدقكم، بس يا ترى ليش؟ شو السبب؟ ليش كل هالقد خايفين علي؟ يعني لأنه حبيناكي، حبينا طيبتك وأصالتك. لك طبعا أنا فرس عربي أصيل حتى شوفوا. مش عن هيك أنا ما رح أترككم تغرقوا. شو يعني نترك الصبايا؟ بدن ما رح نترك شيء، رح نمشي بكل شيء، ولكن يجب علينا قبل كل شيء انه نحل هالثغرة. هناك ثغرة في هذا الموضوع، والثغرة هي ان نور هي المديرة. يجب ان اصبح انا المديرة لحل كل المشاكل التي تعانون منها جميعا. هلا 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 يا هلا. شو رأيك نشرب فنجان قهوة على رواق وبصر لي؟ إيه لا، لأني ما بشرب قهوة. يا لعيونك شبها هاي؟ معقول هرمونات؟ ولا حدا عامل لها عمى؟ أنا جيت خبركن قبل ما أتصرف لحالي. أوه ماي جاد، شو في؟ هاي الغليظة اليوم بدها تتقلع، وما بعتقد حدا منكم عنده رأي تاني. حبيبتي طولي بالك، طولي بالك شوي، نحن كمان كنا عم ندور على طريقة حتى نقلع برات البيت، بس تكون نايس شوي. يعني صار عنا أكثر من مقترح، بس نشوف شو الأنسب بيناتهم. ما في لا مقترح ولا بطيخ، منفتح الباب، منحطها برا البيت ومنسكر الباب، ما في غير هذا الحل. يا حبيبة قلبي ما أنا حلوة القصة، مو حلوة صح؟ أعطيني سبب واحد حتى ما نقلعها هلا. شكلكم خايفين منا مو هيك؟ لا مو خوف هاللوج، بس يعني ما تنسي هي قرايبة لبنى عيب. ايه يعني ولبنى كتير بتخصنا وما بحب دايقة حرام. ايه معناها حبيبتي بتدقي للبنى وتخليها تتصرف معه. دقي للبنى دقي حدقي. يخرب بيتكم من حالكم شو منشحين، يخرب بيتكم. لك ليكي 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 الخشب شو مسوي يا جماعة الخير؟ ما لقيت شي تحت التخت غريبة والله. هلا إذا تجي بتشوف هالشوفة لتجننا. ليكي شو رأيك تجي؟ تجي تجي نتجوز بالسر، تجي ناخد بيت صغير بيبي. يلا 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 يلا. لوين بدي اجي؟ لوين بدي اجي؟ تأجيل عنا على غرفتنا. لك يا ولي كنت تعملي بدك يا لك. شو بدي اجي على غرفتكم؟ تجيكي مجيه يا عصير نوي. يلي بيعمل عمل بيعمله بأوضة المغدورة، ما بيعمله بأوضة جيرانا. العمل هون بهي الأوضة.
أنا هيك شميت. العمى 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 شو صاير في ولادين حرام بهالدنيا؟ العمى شو صاير في ولادين حرام بهالدنيا؟ أنا متأكدة ها متأكدة مثل ما عم قلكم إنه في حدا عامل له عمل لهلا. يا مدام يا دموسير يا إنسان، ما حدا عامل له عمل، هي كلها أعمال هلا، يعني هدول أغراضها. ركسكتي ركسكتي يا سرنوة، انت من وين عم تطلعي لي وتنبقي لي؟ خلوني ساعدها لهالصبية اختي، مالكم شايفين شو صاير فيها؟ ليش شبهها؟ مالك شايفتيها فايرة؟ ما شفتيها كيف تخلقت فيه؟ مو حرام؟ مو حرام هي البنت لهلا ما تجوزت؟ أكيد لأنه حدا عامل لها عمل. شوفي شو عم يصير هون؟ يا أهلين يا سهلين بهلا بنور العين، هلا 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 ها كنا عم نذكرك. هيك كنا عم نعزلك الأوضة، حسينا إنه هيك بدها تمسيحة غبرة شوي. أول شي غرفتي ما بدها تعزيل. تاني شي بس بدك تغمزي بتغمزي بالطرف اللي مو شايفينه، فهمتي حبيبتي؟ إيه والله معك حق، الواحد لازم يغمز بالطرف التاني. من سايرة من سايرة، بعدين شفت شلون تحسنت قالت لي حبيبتي لأنه بلشنا نقرب من العمل. لقيته حطت إيه؟ إيه خلص خلص، هاي سماعتي هاتيها من فوق، أنا حاطتها هونيك. العمى شو مسترخصة؟ جيبي بلوتوث. بالسر تيجي ناخد بيت صغير بيبي. دادو طمنيني صار شي؟ ردت عليكي؟ هلا سكرت ما. ايه شو قالت لك؟ لا تقولي لي قالت لك لنستحملها لبكرة. اكثر من بكرة؟ لا ما هيك الموضوع. لكن شو الموضوع؟ ليش تركتيني عم بتحذر؟ وقت عرفت انه انسام هون كثير استغربت وطلبت مني ابعت اللوكيشن. تبعتي اللوكيشن؟ ليش لبنى هون؟ لا لبنى مسافره، بس قالت لي قبل ما تسكر رح تبعتهم ياخذوها. ياخذوها لوين؟ ومين هنن؟ ايه ما بعرف ما فهمت. يعني حدا من اهلها؟ ما تركت لي مجال اسالها، كانت كثير مستعجله. ايوه دادو، لتكون لبنى عم بتنيمنا لأنه خجلانة. لا لا أكيد ما هيك، طار عقلها لما عرفت أنه أنسام هون، أكيد صاير شي. Oh my God. عم جيني صفنان كمان؟ هذا بيكون صفنان شو بده يعمل فيكي؟ يا على عيونك مبينة غشيمة من اللي حكيتي لي إياه ومن هالصورة اللي شفتها. ولك لك أنا عاجنتهم للرجال وخابستهم يما ما أقواهون، قال يا مأمنة برجال مأمنة ملبي بالغربال. أنسان يعني هلأ أنت من خلال خبرتك برجال وشفتي صورة جادو بين معك إنه هو بده يخوني وندله حقير؟ هلأ أنا ما قلت لك لا تنقزي وتسبي وما بعرف شو، قلت لك لا تديري بالك منه وتديري بالك عليه. إيه بعدين دانا ليش هو ما إجا دندان؟ ليش ما إجا؟ يعني كنا شفناه قاعد مع الشباب، هلأ قلت له شخصيته لأنه مثل ما بيقولوا العين مغرفة الكلام، لكن ليش ما إجا؟ والله مزبوط لأنه مسافر. أيوة إن شاء الله بيرجع بالسلامة يا رب يا حق. عن إذنك. أنا نفسي
اعرف انت شو البروبلم تبعك. انا ما عندي ولا اي بروبلماية وحده بحياتي. انا حياتي ممتازه الحمد لله. بس شو كنت عم تتونوني انت وتتوشوشي انت وهيدانا؟ سمعتكم عم علي اكيد. الله يسامحك يا انسام، نحن ما كنا عم نحكي عليكي. انا كنت نازله قلن تصبحوا على خير، لانه انا متعوده كل يوم قبل ما انام بجيب قلن تصبحوا على خير. حبيبتي شو موجبه، ما شاء الله حولك شو موجبه. يلا منيح اللي نزلتي بتطلعيني معك، انا رح اموت من ناسي. ذهب قلبي قال هن لسه بدهم يسهروا، يخرب بيتهم بيسهروا المطالع. قومي قومي. لا لا انا هلا كنت ناويه اسهر معكم. ما غيرتي رايك يعني؟ انت برجك الجوزاء ولا ما عندك انفصام شخصيه ولا شو وضعك؟ كل دقيقه يعني تناقض، هيك تناقض ما بعرف شو. اذا بدك بعرف دكتور كثير منيح، وبعرف المستشفى كمان اللي بتعالجوا فيها. شو صار لك؟ بدك تنامي؟ ما عاد بدك تنامي، جننتيني. لك لا، بس انا قلت وجودك اليوم بيناتنا مكسب. قررت احكي لك عن مشاكلي بالحياه. انا يا انسان حياتي كلها مشاكل. ايوه قلت لك انا لك ما في مشاكل، صار في مشاكل. كانت ما بدها تنام، صارت امي. حبيبتي حبيبتي لازم الواحد يساير بهي الحالات. ايه ايه يلا ولا يهمك يا حبيبتي. هلا انت سؤال انا هيك لفت نظري انه الكل مرتبطين وانت قلت بالطالعه انت ما حدا التك شكلها. هلا احكي لي احكي لي معك انا على السمع احكي. تجي قلبك بشي كاين لي سمعانتك لو نعسانة. لك هلوش اصبري شوي، ما بصير هيك. هلا اسمعيني. هي وحدة قليلة ذوق وأنا بدي ربيها. ما بصير يا حبيبتي، دادو حكت مع رفيقتها وقالت لها إنه جايين. إيه لا حبيبتي، هي تنييمة. مين هدول اللي جايين وشو هالغموض؟ خلص مو خبر وي، اتركوني أنا أتصرف. لك نحن قاعدين ببيت نور، ما بصير نتصرف من عنا. حبيبتي نور بنت خالتي، ولما اشوفها ما عم تتصرف صح واجبي انا اتصرف بدالها. طولي بالك شوي، يعني ما خربت الدنيا، خلينا نستنى. القصة كتير سهلة، كلمتين من عندي وحركتين من حركاتي بتصير برا البيت. تعالي تعلمي كيف. لك يا هلا استني شوي. هلا Oh my God Sleepy. هاي شو سنو وايت، شو اسمها الثانية؟ Sleeping Beauty. هذا أميرة نائمة يعني على أساس أنت إنه بتعرفي بالإنجليزي ومثقفة. ما حلوة الفزدكة، ما حلوة ما حلوة. اعتزلي بلغتك العربية، لغة الضاد. نداء. أوه ماي جاد أوه ماي جاد. إيه أمي أمي لا أحكي لك قصة. هذيك كانت بعرف يمكن بتنقص شوي، أحكي لك قصة ثانية. هذا بزماناتي يا ستي، أنا كان عندي مزرعة فيها تيوس وغنم وبقر واللزق منه كل شيء فيها. كان يلفي لعندي، يعني مو يلفي عفوا مش ما تفهموني، يلفي يعني ياخذ بضاعه. واحد تاجر هيك من احد المحافظات الكريمه. هذا يا ستي ولا انت حالي شكل ما بتذكره. انا ما يبدو كان معجب سري وانا مالي منتبهه، مالي بهالوارد معجبين كثار مليان مليان. يعني ما كنت فكر انا اخر همي، عرفتي شلون؟ قال شو بيقول لي؟ يا انسان خذي الكلاوي، شو ما بدك تساوي؟ شو هالحكي هذا؟ قال انه قال يعني شعر انه هو ابو فراس اسمه انه صار ابو فراس الحمداني. شو هالحكي هذا؟ دانا انا بحسك انت متذوقه للشعر صح؟ لكان انا كثير متذوقه للشعر، اسالي الصبايا. ملكه الشعر. حكى بدري. ايه ليكي هو كتب لي شي ثلاث اربع مجلدات خمس مجلدات، حاقرا لك واحد. ديا نسومي أنا ما بفهم بالشعر، عم امزح معك، مالك شايفتيني جدبة؟ والله أنا ملاحظة بس ما حبيت أصدمك بالمعلومة، يعني قلت لحالي يعني خلص. إيه أنا بفتح. أنسام يا أنسام، أراك في الأحلام، أراك في المنام، أراك في كل مزرعة لك. هلا لا هلا بصير هيك. أنسام ربيع الغالي شاهدي على روحك. يمو يمو انسان، لك انت بدك تجننينا؟ ابو محمود ايش في صاير؟ ايش بك؟ ليش هيك عم تحكي معي؟ شو عم تعملي هون؟ عم اتابع اشغالي، يعني مثل ما بتعرف، بعدين اجيت شوف قرايبيني ورفقاتي. مرزوق وينه؟ هربتي وهربتي معي؟ مرزوق بالسيارة تحت، أنا فكرتكم بتكونوا شفتوه. تفضلي معي. باخذك تش.
يلا مشيها. بس هيك دقيقة يا صبايا، أنا صار لازم ودعكم وخبركم عني، أو هلا هو يعني تقريبا خبركم عني. نور أنت تحديدا بدي أحكي لك شو بصير بالحلقة الأخيرة بالمسلسل التركي بلا مبلا. هذا البطل بيكون هو والبطلة بالسيارة بيعملوا حادث فظيع فظيع، بتموت هي، هو بيدرى بيحس بالذنب، بفكرها رجعت هي، ما بتطلع تكون رجعت، تكون أخت التوم رجعت حتى تنتقم، بكتبوا إلى لقاء في الجزء الثاني إن شاء الله، بس أهرب المرة الجاية بحكي لكم عن الجزء الثاني لأنه هلا بشوف. يلا او ماي جاد، اخذت بيجامتي هدية حماتي. هلا عم تفكري بيجامة حماتك؟ ما هي تاركة اغراضها عندك رهينة، خديهم انبسطي فيهم. بس فهمني شو صاير، يعني وين اخذينا؟ انسان مريضة عقليا هربانة من عنا من المشفى، وخبرتنا المدام لبنى وقال هي عنكم، سامحونا. يابا